إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوع قبل أمي كتاب كالعربية بين يديك شوسك صدحات حاشد أفر بغولي أفر بغولي يسديد يتبن وفي الوقت نفسه وعين كاليني يعني sida loo tarbeeyo caruurta qayb kamida oo su'aalaha ay doonayaan in loo sheego in looga jawaabo wa fil waqti nafsihi isla waqtiga isla marka nara waxaynu arkaynaa buuri haawlaa al murabbin kuwa caruurta barbaarinaya ee ama macallimiinta ama waalidiinta ama cid kale oo tarbeeyaynaysa qad tacawadu waxay caado ka dhigteen iyo dhaqan ala adam al ihtimami إن أنا دنين حلنا إسك سارين بلا سيلة سؤالها التي سؤالها يطرحها أي ويدين يان الأطفال وعفورته أنا حل بإسك سارين معنا أنا ورق وإلما يرون إسك إلى عام بالغيابة أو تجاوز هذه الأسئلة سؤالها إن إسك دافان وأنا كبتوا من بقى أو على الأقل غيران الإجابة عنها إجابة إجابات غير مناسبة amma inay ka jawaabaan jawaabo aan ku habooneyn su'aalaha caruurtu weydiinayaan oo maartay sidii loo qancin lahaa marka la eego aqaligooda iyo si wax ku fahmayaan ama yaani inaanu marka su'aalo aan ku haboo jawaabo aan ku habooneyn bixiyaan baa laga yaabaa buu wadaalika arintaas waxa weey su'aalaha marka la weydiyo murabbiintu aanay jawaabo ku haboon waxaanay u bixineyn waa duuna taamuri uma fiirsadaan في أسئلة الأطفال سؤالها عروتها هذه أتنا يعني كورهم إنه وما في رسالة الدنيا يعني معنوا إنه ما أركان تبعنا ما إيجان ما روحان معناها يا حم بارزن تاي يل ما هي الجرات كيسة يسدو فكرة يو يسوا عشان سلوك فايز ينكره كمان كمان في رسالة كمان فكران وتعرف إن برتان كمدة دهالان إلى عناصرها قد بدأ يحبنها إيكاك وابنتهاي سؤاش الفكرية حاجة مسكحدة وقرن ما ينبي المهير انت أصو إريبو الشيغي إريضاو الشيغي إمي سفكره قيمة أيها كتيرة ما فكرها بوانبا ما كوان هبوانين با ما كدو أديسة كوها بوانبا ما ميت كدأوين با ما ميت كهوسيا سيدا المها الله قرن كرا إنو عقلي يوسفي عنو كري يينانو كرين سو سؤالها ماها يتوابها لسويدارسنين ووصولها العقلية سلقة ايكو تاغيهين سؤاله اي قرادك المها اللان قرادك المها انتو تشرو اي انتو الليقي هاي اي سؤاشي سلقة هاي دابادنا حقا اوكي ايق ما ايانو واسكا دافيانو قد يستهينو وحلقة ياباين دا يلسادان الاباو اباياشو والمهاتو هو يوينكو بأسئلة الاطفال سؤالا عروتين دا يلسادان بالغة يابا وفلا يهتمون آنكو بددالين وآنك دانين بها سؤالهن وأنا أقول دقبو تلقسين أو مرك عرضت سؤال بدن ويديان كديد من أنا يدي كأي مسيون جاهزان تهو أنا واحد من بدن عرقني ولا يجيبون عنها إن أنا كتوابين بالغيابة بحي مرك قارو كتواب وايد لغرابة هذه الأسئلة سؤالهم بان أهين قار لو برطيو ليس ويديان تبضون سؤال غريبة أو أنهر الله عرق أي ويديان عرورته أو تفاهتي أما سؤالها معناها حنبارتين يري هاي وواح اسكا هوسيه او فضد اي ويدين انا دلا ودا او عدم جديتها اما سؤال سؤال يعني هي دبا رن ابا ما هو اسكا عيار عيار يو وها وهم يجو بذلك ارنتا وهم ددكن مربينتي والدكو بذلك ارنتا ددال انتا عرورتا اي دايرسنيان يتناسون وحي لوبيان ان اما يسلوسينيان ان من حق الاطفال عرورت وحي حق لهدهي أن يفكروا إن فكران ومسحدوا ذكش قيسيان بطرائقهم الخاصة ودوين كودي يغاو قاركا إلا الدأداء وحنا ديغا كوربتا ياري
iyagu ma yaqaanaan marka waxa ku fikirayaan wax adigu aad u taqaan oo fudud iyaga cilmi buu yahay marka aad waa dheersan su'aashan aad caasha garatay la garanayo isaga uma aha allati tamtazu su'aalaha soo ku tilmaaman waxay ku tilmaaman yihiin bil basaadati su'aal iska fudud aan adeeg lahayn wal wuduuxi waa iska cad yihiin macnahooduba caruurta laakiin macnaha u samaynaysaa oo iyaga uma cadda umana fududa haddaba iyaga faham adigu waa iska hadline iyaga eeg baa lagu leeyahay waana haawlaa ilaatfaal caruurta yaryari yudliquuna way weydiiyaan asilatum su'aalahooda albasidata ee fudud as-saabijata ee aad iyo aad yacnii isaga fudud ee saajidaha waxaan caqli badan ku dhisayn iska fudud ee caashigaratida can raqbatin iyagu way jecel yihiin waxaa saadiqatan jecel dhaba maxay u jecel yihiin wax kastoonada qooni macnuu kuu sameeyaa iyaga haddaanan waxaan garanayn macnuu u leeyahay ladayhim iyaga agtooda wax macnuu u leeyahay fii macrifatin inay bartaan waktishaafi alcaalam adduunyadan ku xeeranna alladii yuxiitu bihim adduunyadan ku xeeran hadday dhir tahay hadday ay tahay hadday dad tahay hadday duunyo tahay hadday dugaag tahay wax allaala waxaan ku xeeran mid walba waxay doonayaan in looga jawaabo oo la baro marka hadday shimbiraha ku weydiiyaan hadday xoolaha caadiga ku weydiiyaan hadday dhirtan agtaada ku weydiiyaan hadday dadka laftiisa ku weydiiyaan adigu ha la yaabin iyaga waa u cusub yaa duunyadoo dhammi sharax bay doonayaan bal qaabkayga wax ku weydiinayna u fiirso caqligoo si u kala badan yahay eeg su'aashana si munaasib uga jawaab iyagana garaadkoodii kurinaysaan waqata tacallaqu waxa laga yaabaa inay ku xidhan tahay asilatul atfaal su'aalaha caruurtu inay ku xidhnaato mararka qaar bimawduucaatin arrimo ijtimaaciyatin xagga bulshada ah wa akhlaaqiyatin qaar xagga akhlaaqda ah oo mararka qaar laga xishoodo oo dadka waaweyn aanay isweydiin ayaa laga yaabaa caruurtu iyagoo aan aqoon u lahayn inuu waxaani masalan ceeb yahay oo kale ama ceeb loo arko dadka bulshadu u arko inay iyagu weydiiyaan baa laga yaabaa waalidkoodii ma garanayaanba dimna idaari thaqaafiin idaar yani idaar waxa frameka daaqadaas oo kale yani idaarin thaqaafiin iyaga oo weydiinaya maaragtay frameka dhaqanka iyo aqoonta dalka yani ayuu ku yahay shaygani shay maaragtay xag akhlaaqda ah oo aan carab afka inta badan la soo marinin oo laa yasmaxu aan dhaqanku ma eeg dhaqanku ma ogola waxay ku dhex jiraan arrimaha su'aalahani dhaqan iyo aqoon iyo caado waxa uu asal waafaqaafa laa yasmaxu bitanaawuliha dhaqankaan ogolay oo aqoonta dadkaan ogolay in su'aalahan la soo qaato oo la isweydiiyo ama waalidkii iska wareystaan ubadku xataa dadka caadi uu iska wareysan kara mararka qaar laakiin waalidku inuu isweydiiyo had iyo jeer dhaqankaan u saamaxayn ka su'aalihim can mawduuc aljinsi waxay dadka weydiin karaan galmada oo kale oo ay hooyadood weydiinayaan markaasi aabahood weydiin karaan waxana dhaqanku ma ogola in laisweydiiyo waalidkii iswaraystaan iyo wal calaaqaat aljinsiyati xidhiirka dhex mara ragga iyo dumarka xagga galmada ayaa laga yaabaa inay ku yaraa aabahood weydiiyaan iyo hooyadood fadheera wax caankaa caankaasa ka war oon dhaqankuna ogolayn in la soo qaado la taabto halkaa ma ogola dhaqanku dabadeedna wax laga yaa cagta udhuk loogu dhufto bila aadabiin baatiin yaa wax hadda ka weydiiyayna yidhi inay dhaabaa laga yaabaa marka khusuusan gaar ahaan buu yidhi fil mujtamacaati bulshooyinka iyo ummadaha allatii ummadaha laa tatawaafaru aanay ku badnayn fiyaa ummadaha kuma badna qidaacun kabiir ladaa qidaacan kabiir dad badan ma laha oo min al aabaai aabayaasha ah walumuhaati hooyooyinka thaqaafatun fiha aqoon badan ma leh waa dad bulshada inta badan waalidku aanay waxba aqoon iska maaratay reemiiga iyo beerleyda iyo waxa ay yihiin ee aanay aqoon lahayn cilmigan iyo faa'iidada ilmahan in la saxo ku jirta aanay garanayn dabeedna markaaba inay boodaan inay laayaan baaba laga yaabaa waydhahan bila akhlaaq bay noqdeen ayaa laga yaabaa marka ummaddaas haddaana ummad mutacallimiin aanay in badan ku jirin oo dad aan aqoon badan lahayn ay yihiin oo iska reemiiya oo iska beerleey aho dadka xoolo dhaqatada ah ayaa aada uga cadhooda oo yidhaahda ish bal waxaad ka hadlaysa eeg waxa ayaa ka hadla oo maaratay boodaya oo dhaqankan u saamaxayni yarkuna ilmahan yarina markaa ma garanayo wa min sama halkaa laga bilaabo hadduu dhaqanku saa yahay naraahum waxaynu arkaynaa yuhmiluuna iyagoo iska dayacayo baylhinaya tilka asila su'aalahaasoo in laga jawaabo ilmaha lagu koriyo cilmi la dhiso maskaxdiisa ahayd way baylhinayaan wadeecay ka dhigayaan
وحودي عوبي وان وحبلا قبني ويتهربون وح كعرران من الإجابة عنها إني كتشوابان وكعريان أو وحنا ب المير رقحهم وبرنا يابا هذو هالكلمة كدربة وحن ورئيسنا يو تلم هيسن بماها كورم وحودك ويدينيا ووح كلو فهميان يستغنوا حلاجة هذه الله صحو أنا فكرتهم كقاتم أمرك قربي هذا يكون عروته يا إذا هو هل كذا قدر شيء بيجي عنك قار كذا قدر شيء مرك هو حيكون قطع هو يكون كوكر أديك أب سدوا ده إن الله عروس هذا قدر شيء أب هل كذا لبرني هذه دهنا مرك الله يلي يا بيه يا كذا أب هل كذا لبرني وسؤال ده كويدين كران هل كذا قدر شيء مرك إن هو يدك جوابته وكو أديك تاعي أو أيتها كاسان كارل تجاوز أسئلة الأطفال أطفاشا أما عرور تسؤاله هذا لسكر نافو عفوا سؤاشا عروره ضد كويدين يان أو كب أو نافتا حدود قدراتهم العقلية مرك غار واحد سؤاشو كجدوبتا أودو قرات كي عقلية واحد كبحسن بويدين يان وأنا جوابتي ده بفهم كان يقلفتو أو أنا هدي الله صح أنا فهمين أيه مرك غار كويدين يان وتجاوز أسئلة الأطفال iyadoo ay dhaafto su'aalaha caruurtu waxay ka gudbayaan xuduuda qudraatiim al-aqliya heerki awoodooda garaadku ay gaari kar lahayd shay aanay ku garan karin imi ka aanay fahmi karin la weynaadaan ay marka qaar su'aal u weydiinayaan hadii loo sharxana ma garanayaan sababtu waa maxay waa wax cilmi u baahan iyo xisaabaad iyo cilmi weyn oo imi ka hadii saa kasta loogu sharxo ma garanayaan min al-asbaabi waxa kamid sababaha allati sababaha tad'u ugu yeedha baad laabaay wal muhaad aabayaasha qaar koodi hooyooyinka qaar kamida ilaahi maali asilati ilaahi maali asilati al-atfal ina iska dayacaan oo wax dabaysha raaciyaan yaani oo waxba ka soo qaadin su'aalaha caruurta iyo wadamil ijaabta anha inaan ka jawaabin waxyaabaha keenay waxa kamida an taquna inay tahay haadhil asilatu su'aalahaasi ay caruurtu dadka weydiinayaan qeyra ijraaiye timid aan socon karin imaka mid aan socon karin seeno socon karin aqaligooda ma gali kartay imaka hadda hadduu sharxaato aqoon wax taa u leedahay kama dhaadhicin kartid ilaa uu bislaadaan oo cilmi u yeeshaan iyo aqli iyo aqli oo kora bimaana tajaawuzha su'aalahan waxay dhaafeen oo ka saree waxay ka sareeyaan xuduuda qudraatil atfal heerki awooda caruurta ayay ka baxsan tahay su'aalahan jawaabtoodu al aqliyati aqliga aqligooda la xidheysay oo garaadkoodaba su'aashan ay ku weydiinaan jawaabtooda hadii la siiyo ما فهمي كران حتى هسي كستبه هدي لو شرح محاها كاملة كان يسأل الضفل إلمي يروينك ويدين مثلا لماذا القبر مستدير وحقورنا يا محاق ضيحة كارنجي مدو وريكسن محو ضيحة لو وريكسن يحي ميو ساول يا رادو ميو طور على هادو محو لحظة وقد دلولي واي محابة هالكسن وريكسي هدو سؤالها كويديو تي حتى والد كنو كتوا وانا وقوادك تلفتي ساو ام بطن حتى قرن ايانو علمي ليا هنا حتى انو كتوا بها haddu ka jawaabino fahmo ay ku adkaanaysaa ilmi yar ma garan karay yani su'aalahaasina way ku weydiin karaan way badan yihiin kuwaas kale way ku weydiiyaan waada ay u adii arintaas waxa keenta su'aalaha adag ee caruurtu ka weydiinayaan fiimo badan la xiyaan waqtiyada inta badan ila suuudati mutaabat ila suuudati mutaabati alaaba wal muhaad inay la socdaan inay adkaato inay la socdaan aabayaashii hooyooyinku su'aalaha caruurta way markii su'aalaha adag weydiiyaan wana cilmigeeda balahayn ama qaar aanay ka jawaabi karin oo kaba xisoonayaan waxa dhacda inay su'aashooda aanan la sii socon iska daayna inaga daa hawlan leenahay mashquulina oo su'aalahi jiraan way laba arimood oo kuma mid laga xisoonayo ilmaha yar in loo sheego la doonayo iyo mid garaadkoodu aanu qaadi karin ama xataa waalidku aanu garanayn dadana arintaa waxa ka dhasha inaan waalidku la sii jaan qaadin yacni sii wadin su'aalahi iska soo afjaro xiro toojiyaba walahaada sayl walahaada sayl wuxuu u xiray waa maxay waa daadka aljaarifi qulqulaya oo min al-asilati su'aala ah wa taqdim al-ijabaat iyo jawaabo uu soo gudbiyo yaani waalidku al-munasabati munasabati ku haboon aan kulli minha su'aala daad ay kugu qarin caruurtu kan ka warinta kugu sumaro waqleeyaan kan kale ka warad mid mid asay dibna kugu soo ururaan ayay mise su'aalad ku weydiinayaan dibna waalidku wuu ka daalaa in mid la su'aalisa ka jawaabi karo tabaadna daad su'aalo daada oo qulqulaya iyo jawaabo isdaba socdo mid walba mid munaasab laga doonayo marka dambe waalidku ka daalay xornay inaga daaya waynu daalay inta wax ka badan ka daalaa inta wax ka badan ka jawaabmeyne ilaa ugu ma daalayaan bay
عاونا دوشة كسحة تاسان وسيحانيان وسوشيان انت سؤال بكويدينيان مركب ليو ديسان سمال ورشة ثمان عفرة هراء كاسو فريستان يا مدلو تمان سؤالات قوة بقول سؤالات بنغانيا تبانو وربط قوة يا بنكي قفكي كتوابي ولذا سياد رادين فإنهم يقو يضيقون عريد باي قلان وح عريد قلا والدك بكثرة هذه الأسئلة سؤالهم بدنان تودوا عريد كقلان فيهملونها سؤاله باي ضيعان باي لهان إنك دا باي لهان إهمال ووحل اسك تورو ولا يجيب عنها كما جوابان بشكل مناسب هب وناكسن وقمت جوابان وحبون ويسك حدان قولك منها مهما كانت وهذا بقول لك مهما كانت إن كستوا أي تهي أسئلة الأطفال سؤالها عروته في صعوبتها إن كستوا سؤال هذا عروته أي كويديسو أو إضرابتها أما سؤال لا يقبله أن أنت كفيل علمه كويديو أو طلع حشودة له أو أنت أدوب فهمين له أو تفاهتها أما سؤال ير أو ضعيفه تلا تكوض قرنيه وأنا ذي معنى بكو سمينين أو فضوت فضوت هذا كويديو أو تناولها أما هذو كهذلو هذه سؤالو صواقعتان لموضوعات أهرمو محرجة عديد كجلية هذه محرجة لا يراها قدام غيا وسؤالها لا جح شغله يا حقي قال ماذا يح على حيرني مكشجيني وأكون محرجة أكون حقنية فلا ينبغي ما هبونا سكست سؤالها زيهين للوالدين اللي بدأ وارد ما هبونا مقابلة تلك الأسئلة سؤالها إن كهر جيان بالرفض الديد ما إن كهر جيان معها وأنا سيدا وها بونو نجت جوابا سأيدون تبى سؤالها نقدان قال أنا تقولين باشرة كوا إسكافضوا عن عدل وقنا ساشرة كوا واحد شرة يجو أنا فهم كني جوابته كوا واحد شرة لقى حشوات رقم كوا أنا وقولي الوالد كي يسوي دي أنا بطق واحد صارني من أول بكت جواب لقول هذا ساعة لقى شنو جواب أو التجاهل هاي ستين سنين هاي ستة جمرينين سيدو كوا أنا مقلين هاي سكديين أو الإهمال أما هب ضيعنا أنت مغشوا هكذا جواب وين أو الإجابة عنها أما هكذا جواب سؤالها هكذا جواب بطريقة غير علمية وضع عن أقوام كل سنين أما الأول أما إذا كحينا هكذا جواب واحد أقوام لازم كجواب واحد كان يقولي بس سوى دين تدق واحد توان سوى دين هذا بنادي وأقوام تفهمي ساس هذا أبو شك مناسبة طريقة علم وضع علم كل سنة أو حبون وكجواب علمها كو حبون لمستوى كو حبون لمستوى تفكير الطفل هيرك ومرايا فكر كان علمها يروح كويدين يا جواب كو حبون وفهم كرسياد وعلم كل سنة لكن أو صحنا حيث يترتب وحكر لنا يا على ذلك أنت وحكر لنا يا هذا كجواب ويد أما قال دو جواب أما جواب تديدو أما تدق مرسو وحكر لنا عديد وحبضا ومن نتائجي يعني كصوبها يا وأسل بيت حن والخضيرة هلسة يا كصوبها ذات شوابك شوابوين هو ما هو حاسي كحباط الدفل وح كم ذا المهر إني يتشبك دعه جبي يسيبه وهذا وح برصدين عاو وح البن عاو أريك أكون عاو يعني اللي وح تكون بختيسي درين شد ما يا وركود ضبوشو المهر إني يتشبك دعه يا وح بالله غمار قالوا ده سين وح كانوا فهم يا المهر تاسوا قدم وتثبيت همتي همدي يهنكيسنا هوس بادرغيس ودي بادرغيس او نكي فكر يهنكل كلا سو كعي و هو نكونيا ان فكر كرينو عبسي با كوبير مسي غبغيسي و عدلو كميدا و حماسي درينكيسي كولانا ود قبوجينيسا و مركا درينكيسو بختيا ان درينكو ولا شيدا ولا ديسا درينكو قفكا لكن درينكي و هو نكون درين اد بابيسي نكونيا و يخفاي و حد قريسيو كلي مقدرتي اودي و لها الحقيقيه ادبتاهي وديس عقلي يجرب يا ولها نواد قرسي وادكن وحاو حباين كدغي ويسو فهمي ويسو انو صحاين وقلديه يوقات على الحوار ودا الشيكيسي يي جوابتي سؤاشه اودو ولا هبد بابيس مركا اي دودا والمناقشه هي دودا ادو كان دودا واخ لو برتا واخ لو كدسما وعلمو كدسما وقفو كخرا اديدا اثر كده مرها المها يلا دود بوفر ويدو حبوا ويدو ويدو هذه جاب اختيار بالقولين فكر كيسي حاصل لجاي مرها عان قدرتنا وابوها بسوي يا بقى حوني ورب البد بقيلي وشو مال بس ما خط عصبات كشيء مدة بهروان كبر دعمة مرها دم بهدي بوت كسارسة ويضبابي وانا العرقليس وعراني يا مرها هذو حتى كاموسه وعراني وإثارة القلق وحطوك عيس عيل يا عرو عيل لديك تيس عيل بتجلس فضلا وح انت كدرا
عن زيادة شعوري هو حبضان يدرين كأدريميو بتوتري أديك نفتيس إسعيل كامبي يلابتيسين عليه القش وحي كفكرة نحدين ورير إيه والخوف عبسي ودريميا والوحدة تينو قارب حبا عدبان الله شاكيس كل دين نخضو والنبدي إنو دادك بطورة دادك بقارب بحو وانو عدبان بلقى بصنبا إلا هذيك قفور كورو فتمر كوري سيزوما adii soo dhex gelin lahaa umada ee bari lahaa ee tabar lahaa sa loo sheekaysa sa loo doodo sa wax loo hagaaji adiga macallinkii koobada marad adigi ku dhufato sadma yani chuga adgaasi sa xaq maskaxda uu dib u joogsan ilmi tabana dareenkiisa dhan ba hoos u dhacaya wax qabatiisoo dhan iyo aqligiisa fikirkiisa iyo xamaasiisa uu baabaaysa soomaadana oo ku badan tahay waa u nahay inagu taasi canaanta iyo wareerka iyo baadka soo wax iyo waxani inagu ma yara waa asan ku tarbiyaysan ku soo kornay ayaa iska sidaas wal amru arinkaasi aladi arinka aan sheegayna ee ilmaha ku dhacaya oo yanta hi gaarsiin doona bilad safil ilmaha yar wuxuu aakhiriga gaarsiin doona realistic kaanati ilma saas uu u fadhiyo oo yuurulo oo daciifa oo dhaqdhaqaaq lahayn go'aan qaadan karin dood aan doodi karin shakhsiyadiisa dhan baa daciifisa marka laakiin dhisto idraado su'aasha ka jawaab taana ka jawaabi taa ay weydii taas waa caanka madrasada ka jawaab iskuulka ka jawaab farta tag isku qaad waxa noqonaya nin sidan oo soo jeeda naftu kama warant kama maaratan dhirgelimiga odaygaaga weyn dad kalmad la wada warbalnagooda aamu dadku ilaaho waxaan soo wanaa meel baad ka dhacday adigii baa yaabayaba oo caawin maan ka siixayna arintii haddii waan kaaga ciraystay haddii war kalmad fiican baad tii la wadaana adigaa warnay walaahay kalmadaas meesha ku haboon ragana baad yaa adigaa abdii soo hadlaya balma yar ka war oo waalidiisa oo gafuur lagu dhufsay soomaa ka cayba lagu leeyahay ilmaas taariikh badan marka yaani waa waxyaabaha naga maqan inaan aqoonin yaani cilmiya ilmaha waxaan u yeerin adigaaga si la toddobaad jirka aad warniyo wuxuu aan la ku saaray balka aan dadka waad yaabaysaa hanu warniyo maxaad samaysay adigii aan caawin gamaynba hadduu kalmadaadaas waa kalmada meeshaba ku jirta adigii aan niyadaadi farxad baa galisa hadduu aad eraysataan ku bal ilma yar ka war oo rubata lagu dhuftay soo kacaya tumaati baa ku dhacaysa walixjaan inuu ka joogsadaba kaba joogsa ilmaha yar muddo dheer aan darxi ayaasilatin su-aal dama soo rogan maayo joojin ilmahaas iskuul ka jawaab maayo waxbana weydiin maayo jaamacadna waa sida weligii wuxuu noqonaya ilma saasuun gacanta ugu gabanaya ilaa halkaa lagu soo baadilay guriga uu soo kori lahay wabatan dhibaato soo qabsatay khashata tacarudi wuxuu aada uga baqay inu la kulmo hadduu hadlaba lilloomi canaan watawbiikhi iyo guulguul huruuf hanjabaad iyo hayaanad ayuu ka baqayaa wixii baa kugu dhici buu soonaya warbal nabadgelaa ku roona iska daa badbaabad gashee ayuu soonaya waalidkii baa ku soo bilaabay ilmahaas waa ilmo laga soo saaray bahdi iyo maartay oo baqasho lagu abuuri weyaan oo yuadiibihi waxabuu geynayaa wuxuu gaarsiinayaa ilaa xajbi asilatii inuu su-aalihiisa ka joojiyo caan la kabaari dadka waaweyn amu haduu xataa yaruu fiican yahay dadka waa in buu iska diina caruur ayuu markaa wax weydiinaya isaga laaleeg aan canaanan karin isaga da-diisa ayuu wax weydiinaya kuwaasina su-aalaha saxama siin karaan aqoon isaga kuma dhaaman dadkii waaweynaa cilmigu ku dhinlaha u iska diinaya canaan buu ka yaabaya ama macalin ha noqoto ama waalid ha noqoto ama cid kale oo maaratay culimaa ha noqoto dadkii waaweynaa dhan buu markaa ka joogsanaya marka canaantaas ku dhacdo walbaxti wuxuu deedayaa marka dambe in dadka waa in iska daayo can masaadira ukhraa ila kale ila kale oo cilmi oo tujiibu lahu uga jawaabta can haadii laslati su-aalahan oo dadka waa dhan buu ka baxaya macalimintu ka tegayaa wuxuu ka tegayaa culimadu ka tegayaa waalidku ka tegayaa dabeedna waanu meelo kala daydaydaa ilan waxaan waxa qalbigiisa ku jirin oo mimaa yusawiduhu kuwaasoo siinaya marka dambe bimacluumaatin khaati'a waxay siin karaan aqoon qalada hadday caruurta tahay hadday kuwa dib jirka meelaha jooga tahay ila markaa ilmihii qalad baa laga dhaadhicinaya adigaana u sababa hadaad adigu wax walba usaxdo caqli baad loo nuwin baa tahay cilmi baad qaar ku qancinaysaa qaar caqli baad ku qancinaysaa qaar waad soo weydiin kartaa dadka su-aalaha waad qoranaysaa ninka caqliga yare kudhadashay ama inanta ku weydiisa dabeedna culimaad weydiinaysa unaysa waxaa iga jawaadunaysa waan soo weydiiyey ma garanaya adunaysa anugu laakiin waan doonaya caqligaad un waa sax qof ragana qof ragaad saxda baa tahay laakiin waana noo doonaya cilmiga anagii adigaba ee odunaysaa marsa duu weydiinaysaa ilmahanaad korinaysaa caqligiisa masiixiisa cilmigiisa dadnimadiisa maxaad dhaqaysaa maxaanu dhaqnaa inagu waxaan dhaqna ma garan weyn qof kala dhaqaa oo tacab ku dhan la geliya cilmigiisa akhlaaqdiisa wixiisa maxaan dhagaxan iyo waxaanu dhisnaa wax weyn maaha intaad ku nooshay marka laga tago waxaa laga dhaqaaqay oo dhoobiy dhagax qof kala dhisaa qofka
qofka dhaga xadhisa wax soo saara oo umad maartay horumarka u keena raadin tacabku dadka ku dhaca weeyaan waqtigu ku dhaco dhaqaaluhu galo fikirku iyaga galo tuadi waxa keenta hadii jawaabo qaldan la siiyo markuu dad kale la kulmo ciyaal yar iyo ciyaar suuqi wax ila nataaij daara dhibaatooyin waxa dhaxal waxa ka dhasha dhibaato badan natiijo waa dhaxal waxa ka dhasha dhaxal dhibaato badan imika dadkan taariib iyo soomaadaan rag waxa u macalina suuqan kuwer baa ka haysta tuufsada kuwan gaangiska dad kale silsilaysta iyo maar soomaadaan rag kuwer baa wata maxaa keena waalidkii iyagu way kala go'an yihiin iskuma xidhnaa dabana cidlay ka helayaan kuwani ilmaha yarnaa xataa hab nidaamaho oo guriga u joogi karo isku dubaritan inagu ma lihin haduu xataa wax dhigeeda ma soo baxay kelikii dambe helayaan kuwa madrasada ayaan iyaguna lahayn nidaam kuwaasaa ka haysanaya wixii oo dhan adigana waxay ku weydiin laba kala baqayaan ilama tababaride laakiin haddaad wax kasta ka jawaabiso tahriibsa dad ka jawaabiso haddaad mukhadaraad ka jawaabiso dad waxba ka warramayso wuxuu ku weydiin waxay qalaaday wixii loo soo sheego waxay waxaasi maxaa ka jira waxba kama jira waxaa soo xun waxaasi maxaa ka jira wax wanaagsan adiga wixii su-aalo lagu muddo ay ku weydiiso aniga ila kale waa marjic noqotaa markaadu waxaad u baahan tahay su-aal iyo keen aniga ila soco waa ilmahaagu saaxiib ku leeyahay haddii aan isba aqoon ku war oo saynu badan ismaba garanaysaan qaar baan wajigooda ba aqoon waxa u sheegaan iska daayo saas dhibaata ka timaada waxaan maanta aynu maarayn kari laanay wadanka dhibaatada ku haya ama gudaha wadanka ama kuwa dibadaha u yacaya xataa ku yurub galaya meelaha ku dhashay baa la afgari lahay ummadii ka baxay maxaa ummadda ka saaray kuwan yar ku dhashay maxaa ummadda ka saaray waxaa ka saaray kuwan dhalay ayaan aqoon lahayn waxa u sheegana ma jiraan waxaanu lama akhri karan waxa u damaydhigan marka dabeedna wixii lama qabsan karaan tacliinta halka dadka waalidka waxbara halka dabadeedna markuu tacliintii garan waayo uu ka baxayaa dabeedna mukhadaraad ku geliya meeshii la kuma haya kara maalin walbana waxbaanu garanay oo midab kalena uu yahay oo midabkiisa marka lagu quulsanayay haddana jaahilnima ugu darsamaysa dee intuu wadi karayaa uu ka caraya dabeedna suuqu geliya waxaan mara qaan celiska la yidhaha wareeray oo waxaasu mid markaaba maafiyada helaysa maafiyada mukhadaraadka iibiya markaba maafiyada ku mudayaan dabeedna noo shaqeeba oona meel walba noo mar ase dabeedna ka dhiganayaan dameer ay kareystaan erartaan ay ka dhiganayaan waxaasoo dhan waxa u sababa tarbiyada liidata ee marka hore waalidka iyo aan isku xina ilmo ilmahaagu cid adiga kaa jecla marka hore ma jirto laakiin waa la sbaraa ta laakiin aduu iska fogeysa uu tegaya ee kaluu yeelanaya dhibaatooyinka jira ka mid tah ee u baahan in si fiican loogu fiirsado waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa la yidhahdaa marka dibadda laisugu tago dadka masaarida ayaa ugu fiican xagga tarbiyada caruurtoodana cid kale ma taaban karto haaliban intooda badan maxay ku dhacdaa horta hooyadii aabo inta badan waa mutacallim dad jaamacada ka baxay bay u badan yihin in badan isla markaa markuu shaqada kasoo ruuxo meel maqaaxya ma fadhiisto meel kale lama tago habeenkii laga bilaabo casarkii ilaa habeenkii inta la seexanayo iyagu wax la akhriyaya iyagu xafidsiinaya qur-aan hadday tahay hadday cilmi tahay weligiiba saasuu ku soo wadaya markuu soo baxayna uu soo kaxayna kama imanayo intuu meel u baxayo weligiiba way iskarab socdaan kubaddu la ciyaara marna kubadda wuu la ciyaaraya jimcis buu la samaynaya dabeedna kama waxaysu goynayan gebiisaba cid kaloo madhegeysanayaanba hadday xataa cid kaloo timaado u ka carraya aabiba ku carraya mana dilayo soo garmaysa isaga uu amarkaa uu hel isaguu ku xidhan yahay arrimaha la doonaya kuwaas ee inaga weli inaga maqan ee aynaan weli fahmin sa runtu tahay wuxuu markaa yidhi aw alaan walaan ajib can lasilati halkaas su-aal aan kusoo dhaafi jirna odhan jiray bacda mastamacta markaad dhegaysato ayaa wixii duubnaa waa kuwan dabeedna cajarada shariidka ku duubanya kuwani markaa su-aali xaggaa imika ka jawaabu kule marka aad akhriyay kadib fahm nusuusu fahm almasmuuc imika tani waxa weeye waa nusuus waxa la hadalka mid waliba waa nas intaa aynu soo marnay ee aad garanaysaan laga soo bilaabo fahm nusuus fahm almasmuuc baynu ka soo bilownay mid waliba waa nas gaara iyo hadal gaara iyo maaragtay tuduc gaara iyo maqaal gaara weeye laga soo bilaabo halkii aynu ka soo bilownay ilaa halkaa imika aynu ku dhammaynay waa wada nusuus gaara oo waxay ka bilaabantay oo aynu ka soo bilownay nusuusu fahmi almasmuuc halkaa laga soo bilaabo ilaa halkaa imika aynu joogno way duuban yihiin mid walbana nas baa la yidhaha hadal nas marka qur-aanka iyo xadiidka waa la yidhaha
gabaygana waa la yiraah qisooyinka caanka u sameysanna waa la yiraah iyo aqwaashan iyo kelmadaha noocan qoran ee hadalka ah ee mowduuc ka hadlaya marka waxaanu nusuus fahmi masmuuc ila ikhtibaar intahay aanu qaadanayna ee nusuustii ku saabsan in la fahmo waxa tuuban oo ikhtibaarkii ugu dambeeyay kitaabka ee uu ku dhamaanayay ayaan wax ka tilmaamayna awalan istamic dhageyso ilaa kulli cibaaratin hadal kasta dhageyso oo hadalada soo socda ee sideeda ah ثم اختر واحد دورة على جواب صحيح جوابت صح هذا الدورة بوضع دائرة واحد جلسة يعني جابو حول الحرف مركا وحوي حقيبي كل سؤال وكقرين نبغى سؤاله هكذا نبغى سؤال معها سؤال حقيبي نقص عمرين لقد ارتفع واحد كورك عشان ابن شان أبي الريحان كل نجر البيروني بين علماء عصري أرنتي سؤالين آت وكعدين عام بحبها وقت قصون ولا مركل يابو ودخل على تاريخ التاريخ ده هو حقوق قلي أو قرنتي على أنه عالم كبير وأقويه ويه تنين وعبد الرحمن حزين إنك عبد الرحمن لو أمور جيسية محايا لأنه يريد وحدوني مكافأة النجاح حيه إن لقى أبا المريض جوش وكسوه وحبر شدة سيارة بابور لكن أباه أبيه يريد وحدوني أن يشتري له كتب إنه كتب وحقوق برتوي بيو إذن كتب ما تشتري بابور بدوني أنا يلا بابور كحسن حما برنكره بينما أم عبد الرحمن عبد الرحمن هو يدي لا توافقكم مرة حسنا إنك وما أقولين إنه بابورك عايز خوفا وح يبغيش على ابنها وح يسلم لها سكر لعبة إن بابورنا موضي قان شركوا كذول بيسلاد مرة كنت تعيس كقاعد بيدون الله ثلاثة قال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كحول المؤمن القوي مؤمن كحوق بدن أيا خير كون أحسن وأحب إلى الله إلى هاي جت علي هاي من المؤمن الضعيف مؤمن كتاكت درن وح كخير بدن كأود بدن مدول بين خير بوليها ونوع عيسى رضي الله سلام أربعة عندما انتقلت مركان أجوري إلى وريج إلى المدينة مجالة مدينة ومجالة وين مدينة عاصمة مدينة المنورة نوال إلى مدينة يدا لكن مدينة أسر كذا مجالة وين أو مارت ورشيد له يعني قرصورة له مجالة ما حد ضابط مجالة وين بدأت واحد بلاوي أبحثوا إن أمبارو عن شقة إن أمبارو شقة واحدة هذا ورجل دجو dowr qol oo qoystagi karo ayaa een ashaqo kan qoray tobaan soo suqan walaa suqan walaa wajma shaqo qabo soo wadaa marka hurdadii iyo fadhigii iyo cuntadii iyo xamaamiyadii iyo madbaxii iyo inta markay la isku xiro ayaa la ila shaqo tunaasib ku haboon usratii qoyskayga asagirta yar qoysku wuxuu ku yaraan kara marka carruurtu yartahay ilaa qoys yar qoysku badanayna marka carruurtu badantahay iyo waraatii mushaharkan qaataal qaliil ee yar guri arruutada yar iyo qoyskii yar qaadi kara kaliya sunada ay munaasab tahay oo aan ka bixin karo mushahar yar baan qaataa ayaan daydayday khamsa kuntu waxaan ahaa uriidu waxaan doonayay ana sariil xasub inaan computer iibsan doonayo min cali ninka la leeyahay iibsan doonayo laakiinow cali dalaba wuxuu codsaday mablaqan xadi maal ah xadi kabiir weyn oo min maal xoolaha uu weydiisay xadiga inta leg xadigaas oo marka koowla walama oranay yani xoolo weyn buu weydii wari xoolaha bix sita nasaxani wuxuu wala taliyay sadiiqi saaxiibkay baana aqoon inaan si qaato kasiiran wax farabadan oo meel taami cunta wal maay biya maxaa yeelana safar dawiil safarka dheera wuxuu soo jid dheer baad maraysaa biyo badan iyo cunto badan si qaado yaad saaxiigo inay oo tiin jabine سبعة تنا ولا وحقاتي محمد وجبت العشاء وحوني عشاء دي بوحوني ثم أخذ جواز السفر هذا وحقاتي باصبوركي وكسع داري والحقائب الشنطديه نوقات وأغلعت ويك عدي به سقوا وحيروي لدو شيء الضائرة الضيارة دي من مطار الدكة إلى بغداد وحيك لدو شيء مطار دكة وعاصمة مقلش وحي مركا أوك عدي محي بغداد ثم يهد بغداد دكي كدو سمحي تكتي بغداد بعراقة إلى بغداد بودوش دكي كسو دو سمحي تكتي مركة إلى بغداد ثمانية سلم يوسف وحو سلامي على أخيه ولالك إبراهيم قائل وحو كولي وعيد وكالي كل عام وانتم بخير سمت كستبع الله إن كل مي إذن كوان أكسن يعني كوان أكسن ثم الذهباء وحو تقين لبودود إلى أبيهما أبهود للسلام عليه وسلم بهذه المناسبة مناسبة عيدة إن أبوه صوب وقضان بيوقتين
ثانيا استمع ثانيا استمع دقيسو الى سؤالي سؤالي دقيسو ثم اختر الجواب الصحيح جوابته صح بعض مركا دوره خلو بسادو دورنسا بوضع دائرة قوبة قلي حول حرفي حرف كصحة جوابت صحة هاي قوبة قلي حرف أين تتعلم اللغة العربية هل كنت كبرت اللغة العربية هل كنت كبرتها اثنين لماذا تحب اللغة العربية محاط كتش على اللغة العربية ثلاثة لماذا استأجرت هذا البيت كل قلن محاطوك كريستي أربعة متى ذهبت إلى مطعم الفندق كور ما تكتي هدالك كوية لا هدالك والله هدال بأنه نحن يعني هدالك هرددة أي محي وهدال وكهرددة وحا كسي دحيال غيب عن تضاء رسوح قولي محي متى ذهبت إلى مطعم الفندق كور ما تكتي هدالك عن تضاء كوية لا هدالك قوت أنا وضعت الأوراق هل كادي توراقه هل شاركت مكاق غيب شيء في مسابقة القرآن الكريم في مكة مسابقة القرآن كشرفت ترتن كيل لوج على مكة كدعي مكة غيب قش سبعة أين وجدت معاني هذه الكلمات أريدا مع أنه إذا حجيت كهش شرح هذا ألقيك وشرح هاي مقام مسبط كيك تلقيت كيك ثمانية من من المسلمون يا هندسك مسلمين تها الذين كواصوا تركوا كتجي مكة مكة كتجي إيك جوري وعاشوا كن ولا مع الرسول رسولك كلنا ولا في المدينة مقالة المدينة يا هاين تذكر مهاجرين تها أي هاي ثانيا استمع دقيسي إلى النص هذا الكمل دقيسو نص هو هذا الكلام ثم أجمع ما يريه كتواب واحد ضبط صعودا ومن الأسئلة السؤالة تبين كتواب عندما كان مركوها سلمان الفارسي مركوها رضي الله عنه لا رأى لكن غضي أمير المركوها يعني قدوميها أمير قدومي وها على بلاد فارس تلك فارس بوها سلمان مركوها فارس بوها وصوت لك صورة شيء تبين واحد لقد قلت برس سابقي قبل كارن بابله واحد لك المي يسوى أمير كيه فجر نبى لك المي من بلاد الشام كي من ذلك الشام شام مركوها هو سوريا مثلا إلى هذا فلسطين لبنان أردن يمكن مالها إلى هذا إلى هذا محل سوريا هذا شام بلد مركوها الشام عاصمة دمشق بها انشرتي وسوريا عاصمة دي حاجة سوقي ويكل فوقين ومعه حمار نكا سوحو ستة حمان يا عرب ثقيلة العروس بنكا ستة كاس عطدي فنظر الرجل نكي با ايغي الى سلمان مسلا او ايغي ما غران يدل كم امكو سو غلى فراه و خاركي رجل طويلا سلمان نن دهر اه او قوي قوي الجسم جيركيسو خوغ يحي ايو ارك ايو ارك فذنه و خمل حمال و خول ان ملكان و حمال بوسين نك انت خوغ ليك انه حمال يهوان ملين بول مركو دركيسي و خوغيس لا ياب مركاسو دغني فقال رجل نكي سلمان كل احمل ايقاد هذه الأحمال حمان تنيقات راب تنيقات وطبعاً يصرع يصوت بقل أيده بدنا كول مورن ما عاد رجع قيسام حمال باتي حازه راب تنيقات يصرع بور نظر سلمان بايجيل رجل نكبو سلمان أيجي وادرك وح أجادي أنه لا يعرف نكنا أنه سك جرنين بكرت نحن سك جرنين سلمان يو أمير كي هاي إن أنه جرنين بكرت أنه وده كشوك ترين أنه هين فحمل الأشياء أرابتي وقاضي على ذهر ربكو قاضي ومشى معه وان أكسعودي انت وقاضي وقرب قليب ولما رأى الناس سلمان ضدك مركي أركين ضدك وضعك يدي يقاني مركي سلمان أركين وهو يحمل هذه الأشياء أشياء دي سيدا حمبارسا حمانتا أني كان يكون هري الثقيلة أعلص قالوا حقول لا نحمل أنك قاضنا عنك هذه هذه الأحمال حمانتا العلص أنك قاضنا ضدك بايلي أيها الأمير بقر يهو يعني مسؤولي مركاسي عندما رأى مركو أركي أرجل منك أراب تي قادري مركو أركي ذلك أرنتها يدت كيسو هلا يعني أمير كل اللي هي نكو حمال كمودي أي سأل ودي أحد الرجال رجيم متكم إذا هذا رجيم كسو حامي مدبو كوري من هذا وأنا كان وأيو نن كان أنا صور راي وأيو فقال رجل منك هذا أميرنا وروان كي ودن كمسؤول كه أمير كي يجي وين نن كان alaabta u dirtay wa amirkeegi fanaadar rajul ninkii ba eegay ila sulmaan mudubadna saa u eegay nin wuxuu arkay de af libaax galay inuu yahay ayuu arkay dabeedna waa badaa wax balaayay taa saf inuu murugoodo lahu uu murugoodi waa qulha inii lam inani anigu lama kuna aqaanuka kumaan garanayn lama kuna aqaanuka kumaan garanayn meel baa layga ridi kumaan garanayn ayuu yiri taayil ahmar alaabta ay dhigay laanay maka alaabta ay dhigay jazaakallahu khayran khayran ha ku si alaabta ay u dhigbuur
غير أن سلمان سلمان الفارسية سلمان الفارسي أبا وحد يدان يضع عينه دقه ألافت الأحمر ألافت رجع ما يبر ولا دان سوى قاضي إلا إذا وصل إنه قارسين بيت الرجل قريني كي كسر عديبان قارسين بول وقال وحد كل من قريني دقي إنك كسبته أنا وحن كفايديستي بما فعلت وحن أنسمي الآن مك يعني كوس سوى قاضي يعني أنا خلوا هذا درت هنا كتك مورن وحن كفاية ثلاثة تا. أشياء صدح شيء أن كفايديستي بول ألافت أن كوس سوى قاضي فقد أبعت وحن كيف هو يورت مركوره عن نفسي نفتي إذا الكبرى كبر والسكف ويهرت وغضب وغضب مهيمة وساعته رجل نبا عاوي من المساكين من المسلمين قف مسلمين تكمدنا وانك عاوي على حاجة باهي وقبينا وانك عاوي وغضب لبعض ولم تطلب مني حضانا ديقع عصنا أنيقا حمل هذه الأحمال إن أرابتن فوق هذا كنت واحد هان لهيد ستطلب واحد عصنا لهيدون ممن هو أضعف مني كل يقول تاقدرا وما تقول بلهيد ولا تقال لما تقال كريم كوغا تاغدانو بدلن لهيد قاد وبذلك سلا درتينا اكون وحنا هي قد حملت ذلك وليس كان وان كدول قاد عنه كا كلنا قف كلنا وان بدبادي او تورر لهيد صدح ذا قضب اي ميش كسو بخي انيغو كبيكيس كا الهالي الهي درادي انيغو قف وسلا كو تاغيري دنتو لها انيغو قف اد رري لهيد او دبلهيد او مسلم اسغنا بدبادي صدح قضب ان كفايدي بو والله اعلم بالصواب الله توفيق كل كتاب كني وحو سعودي